وسط الاختراقات وسيلة الحسابات اللي بتحصل كل يوم لازم تمشي كده بمبدأ الوقاية خير من العلاج. ودلوقتي هنقول لك شوية حاجات عشان تأمن نفسك على الإنترنت. أول حاجة الباسورد. أيوة احنا لسه في عام 2019 ونقول قد إيه الباسورد مهم. في تقرير طلع قال إن أسوأ كلمات مرور في عام 2018 كان لسه فيها ناس بتستخدم 1 2 3 4، ودي طبعا حدودة تخوف. أول حاجة كده الباسورد بتاعك لازم يكون معقد، يعني تستخدم حروف وأرقام ورموز، وما يكونش معقد أوي لدرجة إنك تنساه. وكمان ما تستخدمش رقم تليفونك أو تاريخ ميلادك، لأنك أكنك بتدي مفتاح شقتك بالظبط للحرامي. وكمان ما ينفعش تستخدم الباسورد بتاع فيسبوك على إنستجرام وعلى تويتر وعلى كل حساباتك على الإنترنت، عشان لو واحد منهم اتسرق كل الحسابات ما تروحش مرة واحدة. تاني حاجة بلاش 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 تفتح اللينكات بتاعت شاهد قبل الحذف وشوف الفنانة بالبيكيني والفنانة الفلانية مش لابسة هدوم، علشان مش بس هتفتح مش هتلاقي حاجة، لا انت كمان هيتم اختراقك وهيجيلك فيروس. تالت حاجة بقى شوية حاجات لازم تخلي بالك منها جدا، يعني مثلا تحمل الابليكيشن بتاعتك من اب ستور او جوجل بلاي، يعني متاجر الموثوق منها. وكمان تحمل التطبيقات اللي هي ليها ريفيو كويس وناس كتير محملينها، مش الواحد او اتنين بس اللي محملينها، عشان يبقى موثوق منها. وما تكسلش تحمل التحديثات سواء للبرامج على تليفونك او لتليفونك نفسه، لان التحديثات دي بتكون بتصلح ثغرات الهاكرز ممكن يستغلوها علشان يخترقوك. دي كانت اهم حاجات ممكن تخلي بالك منها علشان تامن نفسك على الانترنت. استنونا في حلقه جديده من دوت تك.